فين معاك؟ واخد بيت يخرب بيتك ولا تاخد الحاجات اللي تحت البيت دي وراح فين؟ اكيد راح تبيعها وبقى تعبي يا لسونا تبقى. انا هقول لهم امك وابوك والله العظيم اخليهم يطلعوك من البيت هنا لو ماما الحق. يا حبيبي والله العظيم انا عارفه اصلا تلاقيك اصلا راح تبيعهم وهتديهم دور ايتام بقى ولا هتعمل بيهم اي حاجه خير. ربنا يخ بص ان شاء الله تتنسوا عليك فيه مش مهم. هات وكمل ابو ودي يا حقير مليانه بس انا ما بعرفش اعمل اكل. لو دخلت تاني ممكن اولعلك في المطبخ. قول يا حبيبي ما بعرفش اعمل اكل. لكن ما تقولش ما فيش اكل. ابوك يا حبيبي هيقوم يعمل اكل بنفسه. ده انا بسم الله ما شاء الله عليا كنت طباخ الدفعه كلها في بيت الطلبه لما كنت في الدفعه. وسعني وسع الشوبين اللي جاي. ربنا تحب احفظه بجود كير. الضحكه دي يا ناس كوتي كوتي يا خلاصه. حفظه بجود كير في التوفير هي اساسه. تهميه بشت فليك من ساسه راسه براسه. الله العظيم يلا يا اما ايه اللي انا جاي اقدم لها دي؟ جدع يا بنت هو كده كده اصلا يا حاج عريس كان شكله لفخه. بحبك يا ماما. الهبل اللي انت فيه ده يا انت عارف سكن حاجه. بص بقى يا بابا بما ان حضرتك قبضت الحمد لله دخلت في الوقت المناسب. من قبل ما تكمل لا. طب حضرتك عارف انا جاي اقول لك ايه؟ وبعدين حضرتك اللي طلب بالمره دي غير اي مره. ايه يعني هتطلب بالمره دي 10 جنيه؟ خد يا عمي يلا ولا زعل مش معايا كمان هاخد 5 حلو. يا عيني لا بابا انا حضرتك كنت رايح رحله مع اصحاب الساحل فكنت محتاج بس يعني جزء بسيط من حضرتك وانا هجمع الباقي يعني 2500 جنيه 5000 انت وزع حضرتك. اتفضلوا بقى مع السلامه. طب ممكن اقول حاجه؟ مع السلامه. والله كنت هقول الله يسلمك. مفيش حاجه في الدنيا اسمها كلب بحر ده اسد بحر. الحمد لله الله اكبر. ترى مفيش حاجه اسمها كلب بحر. انا اسد بحر الحمد لله يا زهره الحظ. لا ما في حاجه اصلا اسمها كلب بحر ما في حاجه اسمها اسد بحر وانا من هنا رايح اتكلم غير اسد البحر. ما فيش كلب بحر هتفضل طول عمرك كلب بحر يا كلب البحر. يا سلام لو كل عاشق عاشق رمنا وشاف بنانا. يا سلام يا كلب البحر اللي انت بتعمله ده قاعد بتاكل لوحدك وبره البيت؟ هكون جاي اكل هنا ليه؟ ما مستبانخ اللي عملها لي في البيت يا امي في ايه؟ دلوقتي بتتنطط وتتبطط يا ابو امي يا كلب البحر ومطلوب الربع كوبري من جوه واقف عليهم لغايه لما يتعمل. حاضر يا امي حاضر ما داخل. سيب الاكل يا كلب البحر لغايه لما تجيب لي اكل معاك يلا قوم. حاضر. يا رب انا بقالي ساعه بتشوي هنا ما كانش ربع كوبري اللي قلت لي يا ابو ما اقف عليه ده. هات جوه ولا ايه اللي بتشوفني؟ بقول لك يا سماحه الترابيزه دي حضرتك كان عليها والدتي وعليها صينيه مليانه اكل. فين الصينيه وفين والدتي؟ والدتك كانت خلصت خلصت اتفضل اتفضل وسوري جدا على حاجة الزباله اللي انا هعملها. اي خدمه يا حاج ابنك حاضر في البيت. يعني انت هتعرف تشوط اي حاجه؟ عيب عليك. طب ثانيه حضري ايش قد دي شوف لنا حاجه جديده شويه يا حاج. ايه ده وخد بقى دي كمان. ايه ده يا حاج ما شوف حاجه سهله.